السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم الخوت في الكوارتي بليس. الكوارتي بليس اللي غيمشي في الكانسورمير مع الثلاثة تقريبا، رينيو 3 8 كورس. كورس غتمشي في الرملة الصابل كانسورمير 12 عاود. من أصعب لي كورس غادي يكونوا في هذه الكورس هذه كوارتي بليس 12 عاود، غتكون صعيبة بزاف باش تقدر تختار مثلا واحد ربعة النوامر من بين 12. غيكون تري ديفيسيل، لأن جايبين واحد الكاتيجوري عند الحدود، كل عند الحدود يقدروا يدخلوا في الفوتو 4 5 6 ديال الخير، يقدروا يدخلوا الفوتو. يقدر يكون عود اون فورم يجي، وخا يكون طوكار يكون في نهارو. مي مهم خوتي، خدمت هاد لاكورس الى حسب المعرفة اللي عندي، استنتجت بواحد 7 ديال الخيل، نقصنا 5 ديال الخيل، نقصنا العود البيناليزي هو اللي رابح في التيران 7. باي باي. وغادي نكملو الخيو اللي عندنا. بالنسبة لخوت الترشيحات 6 3 5 5 6 عندهم نفس البوا مع الكات ويند اوف شونس، والتروا ماكسيم جيو هنري اليكس بانتال. يعني هاد الخيول هادو غالبا 6 3 5 غالبا يقدر يجي فيهم واحد هما في 3 صحاح. كل صراحة إلا كان غيجي الطروا وتموت 5 6 غيطلع الكارت اللي جاي من الكانتي. تقدر تجي طروا كارت وتموت 5 6. المهم الخوت لكم اختيار 6 5 3، يقدر يجي واحد ماكسيمو يجي جوج، ماكسيمو 3 ما كاينش. 6 5 عندهم ميم لا فالور، هما والكات، والكات عنده كل الحدود باش غدي بلاصي. الواحد عطينو عنده لا شارج في البوا، عود اللي غيجري في الكلاس 3 تيجري في الكلاس 2 وتيجري في الكلاس 1 ودابا غيجري في الكلاس 3، يعني كاتيجوري ضعيف عليه. هذاك الشيء علاش عطاو 63 كيلو. خدينا الان والطروا والكات والسانك والسيس، 5 ديال الخيل، 5 ديال الخيل. وغادي نزيدو فوتخان رقم 8. هاد العود جاي من الريكلامي، ما دار فيها والو، قدامو لا الهونديكاب، وقبل الريكلامي داير سيزيام في الكانتي في الكانسومير غازو، وكان جري معاه الكارت. الكارت كان دار نو بلاسي، والخيول اللي كتكون جايه من الغازو في الكانسومير كتبلاسي 100%. الخيول اللي جايه من الغازو كاين لويت، وخا داير الربله داير فيها 7، وكاين الكات، كاين الكات، وقيل كاين حتى الرقم 5. الخيول
خمسة داير سيزيام في التيران، خمسة داير سيزيام في التيران، كي نعاود جاري الغازو هذا جاي من مارسي، تبقى الخوت ايكوري ديال السبعه، ولكن عاود جاي من الغازو. غادي نتاكد منه الخوت على ما اظن، ربما لودوز، ربما الرقم 12. الرقم 12 الخوت جاي من الدوزيام بروف، تنضم 12. اخر عود هو الايمين دي زابال الرقم 10. المهم الخوت الان 3 والكات والسانك والسيس والويت والديس والدوز، 8 ديال الخيل، صعيب بزاف الخوت. غادي نريسك يا الخوت، غادي نريسكي بالرقم 6، غادي نحيدو، غادي نخلي 3 5 1 1 3 5 8 10 12. كنتمنى تجي هنايا 8 10 1 12 8 10 1 12. هادو هما لي زوت سايدر ديال لاكورس، يقدروا يجيو جوج، يقدروا يجيو ثلاثة، يقدر يجي واحد، لكم الاختيار الخوت. هادشي يا خوتي اللي كاين، أعانكم الله ومع السلامة.